نبقى فيين شفق مشاهدين، وعنوان آخر يقول إعادة فتح ممر إجلاء ماريوبول بمبادرة تركية. أعلنت إذن وزارة الدفاع الروسية أنها ستعيد فتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول جنوبية أوكرانيا صباح الاثنين، معربة عن ثقتها في دعم الجانب التركي لضمان حسن سير عمليات الإجلاء. وفي تصريح قال رئيس مركز التحكم الوطني بوزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزنتسيف إن بلاده تقوم بعمل منهجي ومنسق بشأن قضية إجلاء المدنيين والأجانب من مناطق الاشتباكات، وأوضح أن روسيا فتحت ممرات إنسانية في اتجاهي خاركيف وماريوبول ابتداء من الساعة 10 بتوقيت موسكو، 7 بتوقيت غرينتش.